بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج ترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها فوز النادي الأهلي على المريخ السوداني وانطلاقة قوية لبطل إفريقيا نحو البطولة العاشرة بعد الفوز بالأمس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بعد البرونزية وتحقيق الثلاثية، الأهلي يبدأ مشواره في دوري المجموعات بثلاثية في مرمى الزعيم نادي المريخ بطل السودان وانطلاقة قوية وصدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. حالة فيها تفاصيل عديدة وأخبار مهمة، وأيضا كمان هنلقي الضوء على استعدادات الفريق لمباراة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء القادم. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، رأيك في أداء النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في أولى المباريات في دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات في تعليقكم طبعا على أداء الأهلي ومباراة الأهلي بالأمس اللي كانت بصراحة فيها أهداف مميزة خاصة في الشوط الثاني. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يبدأ مشوار العشرة بغزو المريخ. كمان في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا الجمعة عبر طائرة خاصة. وأخيرا اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة مباراة الوداد وكايزر تشيف. عندنا تفاصيل مهمة في هذا الموضوع. طيب مباريات اليوم، النهارده فيه بالتاكيد مباريات مهمه، سواء مباريات الدوري المصري الدوري الانجليزي، ايضا كمان استكمال مباريات الذهاب في دوري ابطال اوروبا. نبدا مع بعض مباريات الدوري المصري. في مباراه اقيمت منذ قليل وانتهت، كانت المباراه الساعه 2:30 الظهر ما بين المقاولين العرب مع اسوان، وشهدت فوز اسوان على المقاولين العرب بهدف مقابل لا شيء ليتازم موقف المقاولين في بدايه الجدول بالنسبه للدوري العام. الساعة الخامسة في هذه اللحظات في مباراتين في نفس التوقيت، الإنتاج الحربي بيلعب مع غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا بيلعب مع الاتحاد السكندري. في ختام مباريات اليوم الساعة 7:30 الزمالك هيستضيف الإسماعيلي، في هذه المباراة هي مؤجلة من الأسبوع 13 في الدوري العام نتيجة مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والمباراة الأولى كانت أمام مولودية الجزائر. مباريات الدوري الإنجليزي النهاردة في مباراتين، الساعة 8 بيرلي هيلعب مع فولهام، ودي مباراة في الأسبوع 17. لكن في الختام الساعة 10:15 إيفرتون هيلعب مع مانشستر سيتي، هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع 16. في مباريات الدوري الأسباني النهاردة هيلعب ليفنتي مع أتلتيكو مدريد، هذه المباراة الساعة 8. طبعا أتلتيكو مدريد عامل مباريات كبيرة جدا ومتصدر دوري الليجا الأسبانية. في دوري أبطال أوروبا ذهاب دور ال 16 واستكمال المباريات، المباراتين في نفس التوقيت الساعة 10 مساء، بورتو هيستضيف يوفنتوس الإيطالي، وشبيلية أيضا يستضيف بروسيا دورتموند الالماني. طبعا مباريات قويه ومثيره، وبالامس كانت في مباراتين، ليفربول قدر يفوز على لايبزيج بهدفين، باريس سان جيرمان عمل مباراه كبيره جدا على برشلونه، وديمبلي عمل مباراه كبيره واحرز هاتريك في برشلونه بالامس، لكن طبعا فريق برشلونه بيعاني خلال هذه الفتره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والمزيد، ولكن فقره ترند بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند. طبعا ترند النهارده هو نتيجه مباراه الامس، فوز الاهلي على المريخ السوداني في اولى مباريات المجموعه. بالنسبه لمباريات الاهلي وانطلاقه قويه، صداره المجموعه، ثلاثه اهداف، اداء مميز واداء رائع جدا، الكل بالطبع كان بيتكلم عليه بشكل موضوعي وبشكل جيد جدا. فوز الاهلي بالامس كان فيه ايجابيات عديده وفي تفاصيل كثيره، لكن في ظل ما انت كسبان وراجع بالبرونزيه ومحقق الثلاثيه وكسبان امبارح فريق المريخ السوداني بثلاثه اهداف وعمل انطلاقه قويه، لازم كده يعني ايه يطلع لك حد بكلمتين ما لهمش اي معنى ولا لهم اي لازمه عشان يركب الترند. ما هي الناس مصره ان هي تعمل حاله في اي شيء سلبي مش في اي شيء ايجابي. يعني بالامس احد الاشخاص اتكلم على احد لاعبي النادي الاهلي، واتكلم باسلوب غير منطقي واسلوب سلبي، وقال هنفتح الدفاتر ونتكلم على القديم، واسلوب بصراحه لا يليق خالص ولا يكون له علاقه بالموضوعيه ولا بالمهنيه. لان احنا لو هنمشي بنفس السياق، ما احنا منظومه اعلاميه لازم ندافع عن النادي الاهلي وندافع عن لعيبه النادي الاهلي، واي حد هيتكلم عن لاعبي النادي الاهلي بشكل خاطئ لازم نرد ولازم ندافع عن لاعبتنا، لان اللعيبه دي بتمثل ثروه بالنسبه للفريق وبترتدي تيشيرت النادي الاهلي. لكن لما يطلع حد يتكلم بشكل غير موضوعي ويقول هفتح الدفاتر القديمه، ما احنا ممكن نفتح لك الدفاتر القديمه سهله، لكن ده
مش هيبقى شكل موضوعي ولا تقييم مناسب للحاله اللي احنا بنتكلم فيها والحاله اللي ظاهر فيها الاهلي. الاهلي راجع ببرونزيه. الاهلي امبارح بيبدا مشواره الافريقي بثلاثيه. الاهلي محقق ثلاثيه الموسم الماضي. مباراه الامس فيها تفاصيل فنيه كتيره، لو انت ما عندكش ماده اعلاميه تتكلم فيها هات حد فني يشرح لك التفاصيل اللي كانت فيها مباراه الامس عشان تملى الهواء وتملى المساحه اللي بتتكلم فيها. لكن تقول هفتح دفاتر ومش دفاتر والكلام لا يليق وغير منطقي وبيمس لاعب النادي الاهلي او احد لاعبي النادي الاهلي، ده لا يليق باي حال من الاحوال ومش هنسمح بده. ولو حد فكر انه يتكلم على اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي سهل جدا نفتح دفاتر، لان احد الاشخاص اللي اتكلم امبارح دفاتره كتيره وموضوعاته كتيره، وممكن نفتح من النهارده نقعد لغايه اخر السنه، احنا لسه في اول 2021 ممكن نقعد سنه كامله نتكلم فيها. لكن احنا مش هنعمل ده لان هو مصر عايز يكون حاله عبر السوشيال ميديا والناس تحس بيه من تاني. ممكن بعد فتره كده الناس ما بقتش تشوفه، الحاله اللي بيتكلم بيها او الاخبار اللي عنده او الموضوعات اللي عنده الناس ما بتهتمش بيها، لان الكلام كله اللي عنده يعني ما فيش حاجه تفيد المشاهد، فحابب يتكلم في موضوعات وامور فرعيه. لكن اتكلم في اي امر فرعي ده شيء يخصك، لكن عند النادي الاهلي ولاعب في النادي الاهلي ده لا يليق ولن نسمح بيه، لا يليق ولن نسمح بيه. وبالمناسبه النادي الاهلي مش بيفكر الا في الفتره اللي جايه، والنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي مش هترد لانها عندها منافسات وعندها مباريات افريقيه قويه الفتره الجايه. النادي الاهلي عنده استحقاقات الفتره الجايه، عنده مباراه سيمبا، بينافس على الدوري، عايز يوصل للبطوله العاشره. لو الاعلام او احد الاشخاص مش شايف الفتره اللي فيها النادي الاهلي، لان خدوا بالكم الكلام مش بمناسبه امبارح بس، هو بقاله فتره بيتكلم عن النادي الاهلي كتير، ونفسي في مره الاقي مره يعني كلمه او جمله الناس تستفيد بيها، لكن كل الكلام يعني لا هيفيد الاهلي ولا هيفيد جمهور الاهلي، بل بالعكس انت بتعمل اثاره وبتعمل موضوعات لا تليق لا بسنك ولا بالموضوعات اللي بتتكلم فيها ولا بالماده اللي انت بتقدمها ولا حتى باسم النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي. فانا هكتفي بهذا القدر في هذه الجزئيه، لكن بكل امانه لو بنتكلم بقى على مباراه امبارح وحد عايز يقيم مباراه امبارح لازم يطلع يتكلم على الايجابيات اللي حصلت في ماتش امبارح. الاهلي امبارح لعب مباراه 90 دقيقه بلياقه بدنيه على اعلى مستوى. الاهلي لعب ثلاث مباريات مع ثلاث مدارس مختلفه في وقت زمني قصير جدا، ومع ذلك رجع امبارح بيلعب مباراه مع المريخ السوداني، مباراه على اعلى مستوى، 90 دقيقه لياقه بدنيه على اعلى مستوى، بتجيب ثلاث اهداف في ربع ساعه من منتصف الشوط الثاني شيء ولا اروع. بيتسو موسيماري بيعمل تغييرات في مباراه امبارح فيها استفاده كبيره جدا بالنسبه للاهلي الفتره الجايه، بيستبدل بدري بانون وبيلعب بسعد سمير عشان يدخله في اجواء المباريات، احمد رمضان بيكم بياخد جزء من المباريات وبيستبدل محمد هاني عشان يريحه. والتر بواليا امبارح اولى الاهداف الافريقيه واولى الاهداف مع النادي الاهلي، استفاده كبيره جدا ومكسب ايجابي كبير جدا لوالتر بواليا مع النادي الاهلي. بالاضافه لده كمان عندك كمان التغييرات اللي تمت، انت امبارح لما نزلت مروان محسن ومحمد شريف كانوا اكتف وكانوا بيلعبوا بشكل قوي في الناحيه الهجوميه، خرج قفشه وخرج كهربا بعد مباراه كبيره. بالمناسبه كهربا امبارح هو بيحرز الهدف الثاني ليه في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي خلال هذه البطوله لعب مباراتين مع بطل النيجر واولى المباريات مع المريخ السوداني، في ثلاث مباريات بنتكلم عن معدل تهديفي 9 اهداف في ثلاث مباريات، 9 اهداف في ثلاث مباريات. فالايجابيات امبارح في مباراه الامس كانت كتيره، فعشان كده زي ما قلت يعني الرد بتاعي على اللي اتقال هو يا دوبك على نفس المساحه وعلى نفس القدر اللي بيستحقه اللي اتكلم فيه امبارح بخصوص النادي الاهلي واحد لاعبي النادي الاهلي. وبالمناسبه عشان برضو الناس تبقى شايفه وبتتفرج، امبارح كانت مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان، كان في ديالوج وحوار ما بين بيكيه مع انطوان جريزمان، وكانت المباراه اي مباراه واي ماتش واي فرقه كوره دايما بيبقى في حوارات مع اللعيبه في الملعب، لكن الاعلام لو عايز يوجه رساله ايجابيه بيتكلم في ايجابيات، لكن لو انت فاضي ومش لاقي حاجه تقولها فتبدا تتكلم في فرعيات وحاجات لا تليق. لكن احنا طبعا مش هنسمح بده حفاظا طبعا على لاعبي النادي الاهلي والفتره اللي جايه، عشان عندهم مباريات كبيره جدا وكلهم مركزين بالمناسبه في المباريات ومش هيلتفتوا لكل هذه الصغائر ولا هذه التفاصيل اللي ممكن تشد شويه انتباه البعض. لكن جمهورنا الحمد لله بيبقى واعي واخد باله وفاهم وبيبقى حسن منيع، واول رد بيجي من الجمهور بالمناسبه، وفي نفس الوقت احنا بنحافظ على نفس المعنى ونفس المبدا اللي احنا في ظهر اللعيبه وفي ظهر الفريق لاخر المشوار باذن الله. طيب مباراه الامس هي المباراه رقم 23 للنادي الاهلي، مباراه متتاليه بدون خساره على مدار اخر 5 سنوات في دوري ابطال افريقيا منذ عام 2016.
23 مباراة متتالية دون خسارة، مباريات بتقام على أرضك ما بين جمهورك وسط جمهورك، أو حتى مباريات بتقام بدون جمهور. تألق أجايب الأمس، أجايب بعد غياب من نهائي إفريقيا لعب مباراة بالميراس، وامبارح لعب مباراة كبيرة جدا، تألق بشكل كبير جدا. بدر بانون رمانة خط الدفاع، وبدر بانون من اللعيبة اللي هتعمل فوارق كبيرة جدا في الكرة المصرية الفترة الجاية. بالمناسبة بدر بانون مش هيكون إضافة فقط للنادي الأهلي، لا، في لعيبة كتير جدا هتستفيد بوجود بدر بانون الفترة الجاية، تحديدا في خط الدفاع، لأن لعيب ازاي بيبدأ الهجمة وازاي بيلعب بتوازن بشكل قوي جدا مع خط الدفاع ايا كان مين اللي جواره، سواء أيمن أشرف، سواء ياسر إبراهيم، حتى سعد سمير، كل اللاعبين الحمد لله ظاهرين بشكل جيد جدا. امبارح الأهلي بيلعب وكسبان المريخ 3 وبيفتقد 6 من أبرز عناصره الأساسية، 6 من أبرز عناصره الأساسية، فبالتالي في إيجابيات كثيرة. شناوي امبارح كان متألق في كوره في الدقيقه 77، فبالتالي امبارح انت عامل مباراه على اعلى مستوى، حققت الثلاث نقاط، جبت ثلاثه اهداف، بترفع جرس انذار لكل الفرق الافريقيه ان نادي القرن بطل افريقيا يسعى بشكل كبير جدا للحفاظ على الاميره الافريقيه في نهايه المشوار بالنسبه لدوري الابطال. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين معاكم باقي اخبار النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا عندي مجموعه من الاخبار. الاهلي النهارده يمكن الفريق والجهاز الفني واللعيبه اجرى مسحه طبيه صباح اليوم، وايضا كمان كان في تطعيمات، كل ده استعدادا للسفر الى تنزانيا. الفريق ان شاء الله هيسافر يوم الجمعه الساعه 6 المغرب، لان خلاص في رحله خاصه وطياره خاصه الفريق هيستقلها يوم الجمعه عشان يصل مساء نفس اليوم بعد رحله طيران حوالي 5 ساعات، عشان يبدا الاستعداد لمباراه سيمبا التنزاني بدءا من يوم السبت. تتمرن سبت وحد واثنين، وعندك مباراه سيمبا يوم الثلاث الساعه 3 بتوقيت القاهره. قدامكم على الشاشه دي لقطات حصريه لاجراء المسحه الطبيه. هذه المسحه الطبيه هتكون رسميه استعدادا للسفر الى تنزانيا لمواجهه سيمبا ان شاء الله. النهارده كان في راحه من التدريب، لكن طبعا كان في اجراءات متعلقه بالمسحه الطبيه واجراءات التطعيم عشان السفر الى سيمبا لمواجهته طبعا في دوري ابطال افريقيا. طيب الخبر الثاني اللي معايا، وهو اتحاد الكره بيعتذر عن عدم استضافه مباراه الوداد وكايزر تشيفز بسبب عدم موائمه الموعد الجديد والظروف المحيطه بالمباراه مع الارتباطات الراهنه. انا ما ينفعش وانا بقرا خبر زي ده اقف عند فكره ان استضافه مباراه الوداد وكايزر تشيفز فقط، لا، لازم اكمل باقي البيان عشان الناس تبقى عارفه ليه حصل تعديلات في هذا الامر. الموعد الجديد اللي الاتحاد الافريقي اخطر بيه اتحاد الكوره صباح اليوم النهارده، قال له المباراه بدل ما كان ستقام يوم 19 فبراير، قال له الموعد الجديد يوم 28 فبراير. كان من المفترض ان الاتحاد الافريقي لو بيتناقش مع الوداد وكايزر تشيفز، وبيتناقش ايضا كمان مع الاتحاد المصري لكره القدم اللي ابدى استعداده في البدايه انه يستضيف المباراه، كان يتفق على الموعد، خاصه بعد تعديل الموعد الاول لانه غير مناسب للفريق الجنوب افريقي كايزر تشيفز. لكن موعد 28 فبراير هيكون متزامن مع مباراه النادي الاهلي مع طلائع الجيش على استاد السلام، هذا الملعب اللي كان هيستضيف ايضا مباراه الوداد وكايزر تشيفز في دوري ابطال افريقيا. فاذا ملعب الاهلي والسلام هيكون اصلا في نفس اليوم في الموعد الجديد يوم 28 فبراير هيكون بيستضيف مباراه الاهلي والجيش في الدوري العام. فبالتالي لما تيجي تحدد ميعاد كاتحاد افريقي لازم تتفق الاول مع الدوله اللي رحبت باستضافه المباراه، هل الموعد الجديد يناسبها ولا لا، هل الملعب هيكون فاضي في هذا اليوم لاستضافه المباراه ولا لا. فبالتالي اتحاد الكره اعتذر النهارده للكاف، لان التغييرات اللي بتتم دون تنسيق مع الاتحاد المصري لكره القدم، وبالتالي الموعد الجديد مش هيكون مناسب للاتحاد المصري، فبالتالي تم الاعتذار عن استضافه المباراه. الوداد لما بيطلب الاتحاد الافريقي بيوافق دون التنسيق مع كايزر تشيفز، كايزر تشيفز لما بيعترض الاتحاد الافريقي بيقرر دون التنسيق مع البلد اللي هتستضيف المباراه ومع نادي الوداد. اذا هنا الازمه كلها عند الجهه المنظمه اللي هي في البدايه ما راحتش للائحه، ولما خدت مواعيد وقررت مواعيد قررت دون الرجوع للاطراف المعنيه، وبالتالي اصبح الموعد الجديد يوم 28 فبراير غير مناسب، لان في نفس الموعد وفي نفس اليوم وفي نفس الملعب هناك مباراه للنادي الاهلي امام طلائع الجيش في الدوري العام. طيب نبدا مع بعض بقى ترند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نشوف خلال الساعات الاخيره اللي اتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا، وتحديدا من خلال عدد من الصفحات بعد الانتصار الكبير اللي اتحقق في مباراه المريخ السوداني. نبدا مع بعض ترند الاهلي ونشوف المحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا. نبدا مع بعض من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك، واللي كتبوا ان ده الفوز السادس للنادي الاهلي على التوالي، فاز على الوداد في ذهاب نصف النهائي كان الفوز 2-0، مباراة العودة الأهلي فاز على الوداد 3-1، نهائي دوري الأبطال القاضية لقفشة كان الفوز 2-1 على الزمالك، لقاء سونديب في بداية هذه البطولة 1-0 في النيجر بهدف ديانج، لقاء العودة مع سونديب في ملعب الأهلي والسلام الأهلي فاز بأربع أهداف مقابل لا شيء، كان أحرز الأهداف طاهر وليد سليمان بدر بنون كهربا، وبالأمس الأهلي فاز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لقفشة وكهربا ووالتر بواليا.
الصفحة الرسمية أيضا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على الفيسبوك قالوا امتدت سلسلة اللا هزيمة للنادي الأهلي على ملعبه إلى 23 مباراة بدون خسارة، 4 سنوات من الهيمنة على أرضه والفوز في جميع المباريات الإفريقية، طبعا رقم قياسي جيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية. صفحة أو حساب جول على تويتر اتكلموا على أن آخر 14 مباراة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا على أرضه انتهت بفوزه في جميعها، 23 مباراة متتالية دون خسارة، مسيرة ذهبية للقلعة الحمراء. وزي ما قلت الكل بيتكلم على الأرقام القياسية اللي اتحققت بعد الفوز بالأمس على المريخ السوداني. كمان من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي بيتكلموا على محمد الشناوي بيستمر في تقديم أفضل ما لديه، حراسة المرمى في أمان للمباراة الثالثة على التوالي بدوري الأبطال، بصراحة هو مان أوف ذا ماتش. أتمنى الاتحاد الإفريقي بالمناسبة خلال الفترة الجاية في مباريات دوري أبطال إفريقيا يعمل جايزة مان أوف ذا ماتش، رجل المباراة، بتعمل منافسة وبتعمل رواج حتى للسبونسر الراعي للبطولة، بيبقى فكرة جيدة واللعيبة نفسها بتبقى بتستعد لده بشكل كويس جدا عشان صورة تذكارية هدية بالتأكيد من الراعي كمان، يعني حاجة تسويقية ممكن الكاف يستفيد بيها. لكن الشناوي بصراحة بأمانة خلال الفترة الأخيرة أو تحديدا آخر سنتين ثلاثة عامل مستويات عالية جدا، مش من امبارح ولا في المونديال، لا الشناوي فارق بشكل كبير جدا مع منتخبنا الوطني ومع النادي الأهلي. وامبارح الاتحاد الإفريقي اتكلم على التوقيت اللي تصدى فيه الشناوي في الدقيقة 76، تصدى لكرة للمريخ السوداني بشكل رائع جدا سواء برجليه أو حتى بجسمه، والكرة قدر يحافظ بيها على نظافة الشباك. كمان من خلال صفحة الاتحاد الإفريقي كاف على حسابهم الرسمي على تويتر أشادوا بتصدي الشناوي لكرتين في ثانيتين ورا بعض متتاليتين في الدقيقة 77 و45 ثانية والدقيقة 77 و46 ثانية، أنقص فيها كرة أخرى، وتصفيق للشناوي من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي زي ما قلت لكم في مباراة الأمس. كمان من الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر اتكلموا على إن بواليا اللاعب المحترف الأجنبي رقم 18 الذي يسجل لفريق النادي الأهلي في البطولات الإفريقية. احنا بنتكلم على رقم قياسي رائع جدا بالنسبة في هذا الأمر، لو بنتكلم على فلافيو هو المتصدر أحرز طبعا 18 هدف، يلي وليد أزارو 13 هدف، علي معلول 9 أهداف، ثم جونيور أجاييه 6 أهداف، وجون أنطوي 4 أهداف. يأتي بعد ذلك اللاعب طبعا الزامبي والتر بواليا من أصول كونغولية، هو اللاعب رقم 18 اللي بيسجل للنادي الأهلي كلاعب أجنبي في البطولات الإفريقية، وطبعا احتفاله بالأمس واحتفال دايما معروف به دايما في الملاعب الكونغولية. آخر حاجة معايا سبورت 360 مصرية بيتكلموا على أن أول هدف لوالتر بواليا مع النادي الأهلي جاء بعد مرور 508 دقيقة سواء في المباريات الإفريقية أو حتى المباريات المحلية، لكن إن شاء الله الفترة الجاية هيكون في تفوق لوالتر بواليا وبداية إن شاء الله المسيرة مع النادي الأهلي. فلافيو كان قاعد سنة كاملة لغاية لما دخل في مود المباريات وإحراز الأهداف، لكن والتر بواليا الحمد لله سريعا بعد 500 دقيقة أو 508 بدأ التهديف مع النادي الأهلي في المباريات الإفريقية، وهدف ولا أروع في مرمى المريخ السوداني. طيب أخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم وعندنا كلام مهم جدا، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. فكرة تريند أونلاين، تريند أونلاين خلاص احنا قفلنا صفحة مباراة المريخ السوداني وبنستعد لمباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. المباراة صعبة، المباراة قوية، هيبقى فيها حضور جماهيري، في تفاصيل كثيرة جدا. من النهاردة هنستعد لمباراة سيمبا وقدر الإمكان هنحاول نقول لكم كل الأخبار وكل المستجدات بخصوص هذه المباراة. أنا شايفها على المستوى الشخصي إن هي قمة مباريات هذه المجموعة الأهلي وسيمبا، خاصة إن هي مباراة ستسعى للفوز بها عشان الصدارة، صدارة المجموعة بعد فوز سيمبا خارج أرضه مع فيتا كلوب الكونغولي. لذلك في هذه اللحظات ومن خلال فقرة تريند أونلاين عبر السكايب من مدينة دودوما في تنزانيا، برحب من خلال فقرة السكايب مع الصحفي التنزاني جوما أيوا. بالتأكيد هو صحفي مقرب جدا من نادي سيمبا ومتابع بشكل كبير للتحديث الموجود في نادي سيمبا التنزاني. مستر جوما برحب بيك عبر شاشة قناة الأهلي. Thank you very much. حضرتك جزيل الشكر. أهلا بيك. طيب عايز أعرف في البداية طبعا يعني كيف يستعد سيمبا لمواجهة الأهلي، الأهلي العائد من مونديال الأندية محققا البرونزية وثالث العالم، وبالتأكيد هذه المباراة بتلقى اهتمام كبير جدا. سيمبا سيواجه الأهلي، رؤية المسؤولين في سيمبا، رؤية الصحافة التنزانية لهذه المباراة، والأهلي عائد بميدالية برونزية من كأس العالم للأندية.
أنا أشكر حضرتك. وطبعا السيمبا هو حتى الآن في الاستعدادات وبيقدموا أكتر ما يقدروا عليه علشان يقدروا يقابلوا الثالث على العالم الأهلي في مباراة الكاف مجموعة ألف. وطبعا آخر ماتش اتلعب مقابل إريس بيتا بعد ما كسب ماتشو مقابل الإليس بيتا عادوا إلى تنزانيا بسرعة عشان يبتدوا إعدادات للمباراة. وطبعا ده لأهمية المباراة مع الأهلي. النهاردة السيمبا هو في طريقه إلى مدينة موسوما للعب المباراة في الدوري المحلي، وبعدها يعودون إلى الإعدادات لمدة 6 أيام للدخول في الجو مع المباراة ضد الأهلي. لأن طبعا الجون اللي حققوه ضد فريق فيتا والأجوان التي حققها الأهلي امبارح ضد المريخ بالتالي بتدلنا على أن المباراة المتوقعة. يعني إحنا هنا في تنزانيا عندنا شغف شديد أن نشوف المباراة دي هتمشي إزاي. الميديا كلها بتتكلم عن إن هم يتمنوا الرجوع لما حققوه من فوز في دار السلام منذ عدة أعوام. إحنا طبعا بنتفرج على الأهلي في كأس العالم وشفناه بيلعب قدام البايرن ميونخ وبكل القوة، وكذلك تحقيقه للمرتبة الثالثة على العالم. ده بيخلينا نقول إن الفريق الأهلي هو بالتأكيد مش فريق صغير ولا يسهل مواجهته، هو أكبر فريق في أفريقيا طبعا. وبالتالي الواجب على سيمبا الآن هو إنهم يزرعوا الروح المطلوبة حتى يكون الإعدادات اللي بنقوم بيها توصلنا للنتائج المطلوبة في الماتش المنتظر. لأن المباراة قدام الأهلي بعتقد إن هي محتاجة كل إمكانيات سيمبا. وكلنا الآن نتذكر إنه برضو يعني اللي دعم الروح المعنوية إن لما لعبنا قدام الأهلي مرة اللي فاتت كسبنا. وبنتمنى كلنا إن المباراة بين سيمبا والأهلي خاصة في وجود جوميز المدرب الجديد للسيمبا نقدر إن إحنا نوصل لشيء، خاصة وإن برضو النهاردة الأهلي عنده مدرب جديد وهو بيتسو موسيماني. وشفنا تقنيات كثيرة وشفنا تجديدات كثيرة سواء من كافة المدربين. وبالتالي احنا متوقعين ان نشوف مباراة فيها ضغوط كتير وكلنا تحت ضغط كبير وشغف كبير، لان نتمنى ان سيمبا يحقق 3 نقاط من الستة عشان يقدر يواجه الأهلي. لان كفة المتوقع هنا محليا من كلا الفريقين هو تقديم افضل ما لديهم. طيب ما يميز فريق سيمبا التنزاني في هذه الفترة؟ حصل تعديلات كثيرة في الفريق، أهم ما يميز فريق سيمبا التنزاني. وهل السيدة باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي للفريق فريق كرة القدم في سيمبا ستمنح مكافآت استثنائية؟ هل لديها يعني منح إضافية للاعبين لكي يلعبوا مباراة قوية أمام النادي الأهلي، أم الأمور في طبيعتها بالنسبة لباربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي للشركة أو لفريق الكورة؟ طبعا أنا بشكرك على هذه النقطة المهمة. إحنا النهاردة لو عايزين نتكلم عن سيمبا، سيمبا فريق كبير جدا بالنسبة لنا هنا. سيمبا طبعا حصل عنده تغييرات كثيرة مؤخرا خاصة فيما يخص الإدارة. وطبعا باربرا جونزاليس هي الرئيس الجديد للنادي بتعمل اكتر ما تقدر عليه وبتحاول ان هي تحط خطه لدفع الماتش الفريق للامام. مستر ماراونز النهارده بعد ما انضم لينا المدرب الجديد ميسيس جوميز بتعايزانا نلعب كوره هجوميه، وبالتالي الموضوع النهارده يعني بيقف على بعض اللاعبين زي نيكسون وكريس موجالو وكلاتوس تشاما. هم دول الثلاث لاعبين الرئيسيين اللي احنا بنتوقع ان لو هنحقق نجاح هيكون من خلالهم. وانا شايف ان ميس جونزاليس اكيد موجهه لهم كافه الاهتمام علشان نتاكد ان هم هيقدموا 100% من قدراتهم وان يكون هناك لدينا الصداره في المباراه.
وطبعا عشان نفرق بين وضع سيمبا الحالي والوضع السابق ومدربيه، هقول لك ان الاداره الجديده جابت لنا الكثير من اللاعبين الرئيسيين والعديد من اللاعبين المحترفين، وبنعمل الان على وضعهم كلهم في بوتقه واحده لتنقيه امكانيات الفريق. وفي الماتش الاخير حين لعب سيمبا أمام إليس فيتا، أياد باربا جونزاليس إن لم أخطئ الترجمة كان من يعني عقبة إن لم أخطئ الترجمة اللاعبين الذين لم يقدموا أفضل ما لديهم، لأن طبعا إحنا عارفين مستويات كل لاعب وعارفين إن الخسارة أمام إليس فيتا في على أرضنا كان شيء صعب. طبعا النهاردة الناس متوقعة إن نشوف إن المباراة أمام الأهلي أصعب مباراة ممكنة، لأن لو وبنقول إن شاء الله إحنا كتنزانيين بنأمل إن فريقنا يكسبها، ولكن طبعا الأمر مش سهل، إحنا بنتوقع مباراة شديدة الصعوبة، ولكن لو نجحنا في الفوز أمام الأهلي وهو أكبر فريق في أفريقيا والثالث على مستوى العالم هو حلم كبير، وبالتالي إحنا هننتظر المباراة، وإن نجح سيمبا إحنا بنتوقع طبعا نوع من الشكر أو التقدير من إدارة الفريق. وأنا أقول لك عامة إن ميس جونزاليس قدمت العديد من التغييرات وبتدفع الفريق بكل ما لديها من إمكانيات، وربما ده يقدر يحصل، يعني إن يعني إن تخيل حضرتك إن هم يكسبوا بيتسو موسيماني كمان والفريق الأهلي معاه. طيب جوما، عايز أسألك على الحضور الجماهيري، هل يعني تنزانيا استثناء في أفريقيا كلها بتشهد حضور جماهيري في كل المباريات، هل مباراة سيمبا مع الأهلي هيكون فيها حضور جماهيري كبير لدرجة أن الملعب ممكن يكون فيه حضور 20,000 30,000 متفرج؟ أيوة، بناء عن القواعد اللي حطتها الكاف، احنا هنا في تنزانيا اسمح لي اقول ان عندنا الحكومة ملتزمة شديد الالتزام، واحنا طبعا هنا ما عندناش المشكلة الكبيرة اللي موجودة مع كورونا في باقي دول العالم، وبالتالي في عندنا حضور في الماتشات في المدرجات، وبنقول ان ممكن يكون في عدة العشرات من الالاف في هذه المباراة التي ستلعب في تنزانيا. استادنا القومي ممكن يشيل حوالي 60,000 مشاهد، ولكن متوقعين ان نكون في حدود نصف هذا الرقم، يعني ممكن ما لا يقل عن 18,000 لمن مشجعين فريق سيمبا ومشجعين أفارقة آخرين إضافة إلى هذا الرقم. إن لما نيجي ننظر إلى هذه إلى هذا المنظر عموما، نرى إن طبعا بالنسبة لمصر طبعا الأهلي في الفترة الأخيرة لم يكن يلعب أمام مشاهدين، ولكن وجود المشاهدين في الملعب ربما يمكنه أن يؤثر أثرا إيجابي، خاصة وإن سيمبا بيلعب على أرضه، وطبعا ده قد يؤثر على اتجاه المباراة، لأن طبعا حين أتى الأهلي إلى تنزانيا وكان تنزانيا بيلعب على أرضه سيمبا كسب، طبعا ده برضو أمام آلافات وآلافات من المشاهدين التنزانيين. فالنهاردة الأهلي يجب أن يكون لديه كل الجراءة للعب أمام هذا العدد المهول من المشاهدين، لأن طبعا الاستاد هيكون مليان وسيمبا محبينه كثيرين، وكلنا طبعا بنحب الكرة، ولكن بنأمل أن فريقنا القومي يعني فريقنا بتاع بلدنا يكسب، ونتمنى ونأمل منهم أنا وكافة الألاف من المشاهدين اللي هيكونوا موجودين في الاستاد أن فريقنا يكسب إن شاء الله. جمعة، وأنا بختم معاك عايز أقول لك ألم. أنا حضرت في تنزانيا أكتر من مباراة مع النادي الأهلي، يمكن حتى لو جمهور سيمبا موجود بعدد كبير، جمهور يانجا أيضا هيكون موجود لمؤازرة الأهلي. الأهلي متعود على أجواء في تنزانيا ولعب أكتر من مرة، سواء خرج فائزا أو حتى متعادلا في أكتر من مناسبة، جمهور يانجا هيكون موجود أكيد في الملعب. We will be.
طيب يبدو ان في عطل طبعا في السكايب من خلال طبعا التواصل مع جوما ايوا طبعا الصحفي التنزاني، وهو قريب جدا من نادي سيمبا التنزاني. طبعا زي ما بقول لحضراتكم المباراه كبيره، المباراه فيها تفاصيل كتيره جدا، عشان كده كان مهم جدا، كان كلام مهم جدا ان احنا نتواصل مع جوما في هذه الاثناء عشان نتكلم على استعدادات سيمبا لمواجهه الاهلي والحضور الجماهيري. وكان من خلال صوت وصوره طبعا مع جوما ايوا احد الصحفيين في تنزانيا القريب جدا من نادي سيمبا، اتكلم عن كيفيه الاستعداد لمواجهه الاهلي، وهيكون في حضور جماهيري لا يقل عن 25 او 30 الف متفرج في هذه المباراه. طيب اروح بقى للترند العالمي، عشان كان في كلام مهم جدا بالنسبه للمباريات الاوروبيه بالامس، خاصه ان طبعا امبارح محمد صلاح كان عامل مباراه كبيره جدا وظهر بشكل رائع جدا في مباراه ليفربول امام لايبزيج الالماني. نبدا الترند العالمي معانا من خلال الاحصائيات اللي موجوده على تويتر لاوبتر. الاحصائيات بيتكلموا على انه لا يوجد اي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى مسجلا لعدد اهداف اكبر من محمد صلاح، احرز 24 هدف سوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ اللي سجل حتى الان 30 هدف. يبقى نقدر نقول في كل المسابقات محمد صلاح بيقترب من تحطيم رقم طبعا اللاعب البولندي روبرتو ليفاندوفسكي مهاجم فريق نادي بايرن ميونخ اللي احرز 30 هدف، لكن صلاح بهدف الامس بيقترب، احرز 24 هدف في كل المسابقات. وبصراحه محمد صلاح مع فريق ليفربول عامل نتائج ولا اروع، ارقام اهداف احصائيات مستوى عالي جدا لمحمد صلاح مع نادي ليفربول الانجليزي. طب نروح لحساب ليفربول نفسه على تويتر بيتكلم على ايه؟ بيتكلموا على ان محمد صلاح بيحتفي ب 118 هدف مع ليفربول، حقيقي محمد صلاح لاعب بقدرات خاصه، ده وصف الصفحه الرسميه لنادي ليفربول من خلال صفحتها الرسميه على تويتر، بيتكلموا على ان محمد صلاح لاعب يتمتع بمواصفات خاصه، خاصه امبارح افتتح التسجيل والاهداف في مرمى لايبزيج في ظل ان الشوط الاول كان خرج تعادل سلبي بين الفريقين. طيب نروح كمان لحساب بريتشر فوتبول وبيتكلموا على ان محمد صلاح طبعا امبارح سجل 24 هدف في 34 مباراه هذا الموسم، رقم طيب جدا لمحمد صلاح في مبارياته مع فريق ليفربول، 24 هدف في 34 مباراه، طبعا ارقام جيده جدا بالنسبه لمحمد صلاح وانطلاقته هذا العام في مباريات دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا بالنسبه لليفربول. طبعا المهمه اصبحت قريبه لان مباراه العوده ان شاء الله يقدر فريق ليفربول يتاهل الى مرحله الكوارتر فاينل ودور الثمانيه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل اخر حاجه معانا في فقره ترند مشاركه الجماهير على السؤال اللي طرحناه في البدايه، رايكم في اداء الاهلي امام المريخ السوداني. اهلا بحضراتكم من جديد، طبعا وقتنا معاكم بيجري بسرعه لكن قدر الامكان بنحاول نستعرض كل الجديد في حلقه الترند، نستعرض المشاركات واراء الجماهير بخصوص رايهم في اداء الاهلي بالامس امام المريخ السوداني. تيتو اشرف بيقول ممتاز، محمد حموده بيقول الاهلي بيبعت رساله لكل الفرق وبيقول لهم انا ملك افريقيا. كمان مجموعة من الآراء، عادل المسلمي بيقول جيد جدا خاصة بعد أجواء كأس العالم للأندية. خلود رمضان بتقول أداء ممتاز ويجب عدم إهدار الفرصة في المباراة. آخر حاجة معايا يوسف محمد بيقول ممتاز جدا جدا، مصطفى كرم بيقول أداء جيد جدا رغم الفرص الضيعة في الشوط الأول. يمكن في حالة رضا من جمهور النادي الأهلي على مباراة الأمس والانتصار على المريخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، انطلاقة قوية هي ضربة البداية وجرس إنذار لكل الفرق، بطل إفريقيا يسعى لتحقيق العشرة بإذن الله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.